ده فين يا سعيد؟ كلمتك ألف مرة. أنت ماهر صاحب سعيد؟ مين معايا؟ سعيد هنا في المستشفى في اسكندرية وعايزك تجيله. المستشفى مش بعيد عنك خالص يا ماهر. انت متعود تقفل في وش اصحابك كده؟ طب بص بقى، سعيد معانا وموبايل سعيد معانا وانت كمان هتبقى معانا. مداخل ومخارج الشركه كلها تحت عينينا. المصنع ده فيه عمال كتير، واحنا عشان نجيبك من جوه هنعمل دوشه كبيره واحتمال حد يتعور. فخليك ذكي كده يا ماهر، كده كده الموضوع خلصان. واحنا ما دام انت كويس وشاطر عندنا اوامر حتى ما ننزلش. قلت ايه يا عم ماهر؟ جميل يا عم، عاوز مني ايه؟ الامانه اللي عندك وكل واحد يروح لحاله. بقول لك يا عم، انا في اكل عيشي ومش طالبه انزار على الصبح. امانه اللي بتتكلم عنه الدخله دي كده غلط يا ماهر. انا هديك نص ساعه تخرج لنا هنا ويا دار ما دخلك شر. غير كده نفسي والله اللي يتعور ما يبقاش لا انت ولا ورد ولا رحيم. الراجل يغصب على بنت الكدابه دلوقتي، هتجيلي بقى تعمل نفسها مسرقه ودايخه وجالها الطل. بنت مسهواكه. اي ماشي. انت كويسه؟ رجاله وجيه وصلوا لنا. يا ستي وصلوا لنا ازاي؟ اسمعي لي، انزلي دلوقتي من العنبر الضيق وراه مفيش بني ادم يلمح لحد ما اجيلك.